صباح الفل يا جماعة، عاملين ايه؟ طبعا نزلت فيديو ان انا جبت امي البيت وقعدت معايا، وانا صحيت الساعة 3 ما لقيتش امي بالليل، مشيت من هنا وقت الساعة 7 الصبح. فهنزل اشوف امي راحت فين، مش عارف انا امي ايه اللي بتعمله ده الصبح يعني، ودي يعني الواحد صحي يقول يا فتح يا كريم، ولا صحي يدور على شوية حريم، ولا صحي يعمل ايه، ولا يلم لسان دي، ولا يلم بق دي. الواحد زي والله ويفوض امر ربنا. انا راح احبس نفسي، انا عايز حد يحبسني يا جدعان، عشان انا قرفان والله، والله العظيم انا عايز اتحبس اطفش منكم. انا سايب امي في امان الله، ونمت اصحى ما لقاهاش كده يعني، صحيت بدل الساعة 3 ما لقيتهاش. تكون نزلت عند سعاد راحت هنا، انا كان مش هينفع انزل عشان ابني نايم. لما نصحى ما لقاهاش، خير ان شاء الله يا جماعه، نهاركم فل. لا يا شيخ، ما تفتحوش، بحبك من بدري. عارفة انها جينا هنا طفشت من هنا. يما يا بابا اصبر، ونخاف تكون راحت على المنوفية شدت، ولا راحت في اي حتة. يا بس يا بس يا وانت بقى عايزه اسلم عليهم، مش شكلها مش هنا يا جدعان، مش شكلها طفشت. يا اختي يا بابا بقى ضحكوا عليك، صوت الشبشب. اه بس خلي خطبتها كمان. قافله تليفونها، قبل اللي لسه بنتكلم في الكلام ده قلت لها تعالي، قول لي حصل ايه يا جدعان. ماشي يلا اشوف اعمل ايه واكلمكم. انا وجه لك رساله ياما، بقول لك يعني ضحكت عليا بالليل يعني، وجيت قلت لك اقعدي، واتحلت عليكي وقعدتي، وقعدتي جنبي على السرير، السرير اللي جنبي، ونمتي وانا نمت. صحيت بالليل ما لقيتكيش. ايه يا كوكو؟ حاضر ثواني يا كوكو. صحيت بالليل ما لقيتكيش، نمت طبعا، قلت ان شاء الله الصبح الصباح يكون في حل. فروحت لك الشقه ما لقيتكيش برضو. حاضر يا كوكو. رحت لك الصبح الشقه ما لقيتكيش، فانا ما لقيتكيش، وانا عارف انت رحت فين يا امه، بيفتكريش يعني ان انت اختفيتي كده يعني، انا عارف انت رحت فين. انا قلت لك يا امه مالكيش دعوه بمشاكلهم، ومالكيش دعوه بيهم، هم بقى مع بعضيهم. وانا برضه بقول لاخواتي من هنا يعني، انا كلمتهم قلت لهم واعرفهم، يا ريت كل واحد تخليها في حالها، كل واحد تخلي لسانها بقها، بينا فرجه للي يسوى واللي ما يسواش، وبينا كلام ملوش لازمه. يا ريت الهدوء يكون كده موجود، والنفوس تهدى ان شاء الله، ميبقاش حد شايل من بعض، واللي شايل يخليه مع نفسه، وكل واحد يخليها في حالها، كبيره صغيره بقى كلكم مع بعض. فمين غلطان بقى مين غلطان؟ فانا دلوقتي مش عايز حد بعد اذنكم يا جماعه يكلمني في الموضوع ده. لو هم هيحترموا نفسيهم لنفسيهم مش ليا،
مش هيحترموا نفسهم برضو، نفسهم مش ليا. انا اتدخلت كتير معاهم كبيرة وصغيرة، ومعاهم برضو للنهاية يعني، مش هقول يعني بقى انا ماليش دعوة معاهم برضو، انا قدرك هتطفشوا له احنا كمان يعني، كلنا هنطفش. تقول لها كده، وكل واحد يخليه في حياته ويركز، مش هذكر بقى مين ومين ومين، كله عارف، كلكم عارفين طبعا. بس انا ما عنديش حاجه اقوله غير ان انا هكلم كلمه لامي كده ان شاء الله، اقول لها بطه ما كانش العشم. انا قلت لك برضو، مش هقول لك انا قلت لك ايه بالليل يعني، غير الكلام اللي قلناه يعني. كانش ينفع الصبح تمشي واروح هناك ما لاقيكيش، احنا مش هنقعد بقى. انت كنت قعدتي فوق في الشقه، وكنت ممكن يعني اقول لك ياما خلاص، انا اقول لهم امكم مشيت لو انت عايزه تمشي، واسيبك في الشقه وانزل. ما انت عارفه ان انا بقى بات في الارض هنا، ما بقعدش في الشقه. خليكي في الشقه فوق، اعملي اللي انت عايزاه، ولو عوزت حاجه انا هبعتها لك بغير ما حد يعرف. بس انت ليه اما تمشي وتعملي كده؟ انت بقى طفشانه مني انا كمان بقى، مش منهم هما. كل حاجه بتتحل يعني، مش الهروب هو الحل، او البعد اللي هو الحل، او سايبان البيت. زمانه جاي يا حبيبي، زمانه جاي. فكل حاجه بتتحل خلاص، الامور تهدى، والنفوس ان شاء الله تتشال من بعضيها كده، كل واحد يخليه في حاله. واللي عايز يعمل مشاكل بقى يعمل مشاكل مع نفسه، واللي عايز يلقح يلقح مع نفسه. عشان انا قلت اللي يحترم يحترم نفسه، واللي مش هيحترم مش هيحترم نفسه. فياما انا هسيبك ياما يومين تهدي في المكان اللي انت فيه، ولو عايز حاجه ابعتيلي، مش لازم تفتحي تليفونك، ابعتيلي على الواتس وانا ابعت لك اللي انت عايزاه. بس بصراحه ياما، بغض النظر عن اللي اخواتي مزعليني فيه والمشاكل اللي انا زعلان فيها عشانك يعني، انا عن نفسي انا هزعل من ايه؟ انا زعلان عشانك انت، كل اللي يخصني انت ياما. انت زعلان، انا زعلان عشانك، عشان انت كده. بغض النظر بقى انت غلطانه انت مش غلطانه، انا زعلان عشانك ياما. فانت كده زعلتيني انا، انت زي زودتيها زياده بزياده. فمن هنا انا بقول لكم يا جدعان، انا هبعد عنكم بقى، انا قاعد هنا في الارض هنا، مش هاجي البيت كمان. الشقه ما فيهاش حاجه اساسا، لا حاجه يتخاف عليها، ولا حاجه في التلاجة تسيح، ولا حاجه على النار هتتحرق. فانا هفضل هنا في مكاني هنا، لا هسال على حد ولا حد يسال عليا، لا بالخير ولا بالشر. خلوني بقى ايه، ادام كل واحده بتتصرف من دماغها، كل واحده تحل مشاكلها بنفسها مع نفسكم، محدش يتصل بيا، ولا حد يتصل بيا يسلم عليا، ولا حد يتصل بيا يسالني على حاجه. اللي عايزني يا جدعان، انا مكاني موجود هنا، تعالوا لغايه هنا، وانا ارحب بكم واشيلكم على راسي. هتيجوا برضه وهتتكلموا في مشاكل، هتضايق منكم، هسيبكم في الارض وهمشي. فبعد اذنكم، عشان الواحد عيشته طهقت يعني، كفايه فقر اكتر من اللي احنا فيه. كل اللي احنا فيه ده فقرنا، الفقر يعني. وحدوا لله كده، واستهدوا بالله، وقربوا من ربنا كلكم، صلوا وادعوا كتير، وانا عارف ان بتصلوا ومش مقصرين، بس يعني صلوا وخلوا النيه لله. بلاش كل واحد يبقى حامل في قلبه ضغينه من ده ومن ده ومن ده، او دي ودي، بلاش الفكر بتاعكم ده، ما تفكروش خالص. كل واحد يعامل نفسه وربنا، عياله ثم هو ثم بقى اللي يحبه. زي ما انا عامل يا جماعه، احنا الحياه متفاته، اقسم بالله كل حاجه متفاته. احنا ضيوف على الارض، مش تحسوا بالكلام ده غير لما امكم تموت، لما احنا نموت، لما اي حد يموت هتحسوا بالكلام ده، ونسيبها لكم مخدره مطرطره باللي فيها. فمش كده يا جدعان. انا النكد، انا عندي رصيد نكد وحزن وكآبه اكتر من اي حاجه في الدنيا، اكتر من حسناتي. مش عارف اقول لكم ايه برضه. اليومين دول برضه زي ما رجعت اليوتيوب، رجعت برضه بمشاكل. هقول له باي باي يوتيوب برضه، وهبعد عن اليوتيوب برضه يعني. ربنا يهديكم ويصلح حالكم لنفسكم مش لينا. انا مش هقول نصايح تاني، ولا هتحشر في حاجه تاني. انا لما يكون عندي مشكله، ما يا بلمها يا بنحلها، ما بطرطشهاش. انما انتوا، السلام عليكم.